ونربط الاتصال بعضو الأمن الوطني المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي الأخ أبي بشراي البشير. أهلا بك. أهلا، مساء الخير ورمضان كريم. إذا بداية الأخ أبي، ما هو تقييمكم للتعاطي مع الأمم المتحدة انطلاقا من الاجتماع الأخير لمجلس الأمن؟ لا، هو يعني كما تعلمون الاجتماع الأخير يوم 21 قبل يومين لمجلس الأمن الدولي كان اجتماع يعني عادي دوري، هو اللي من أجل تقييم النصف الأول من مأمورية المينورسو التي تنتهي أكتوبر القادم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، ولكنها جلسة يعني كانت روتينية وعادية، ولكنها تنعقد في يعني ظرف عادي، بل بالعكس ظرف يتسم بالكثير من الخطورة بالنسبة للوضع على الأرض في الصحراء الغربية والمسار السياسي الذي كانت قد بدأته الأمم المتحدة مع منظمة الوحدة الإفريقية منذ 30 سنة. هذا الاجتماع كان بالتأكيد فرصة للمجلس بأنه يكون في مستوى خطورات الوضع ومستوى يعني الواقع الماثل للعيان بالنسبة للجميع، وهو أن مخطط التسوية قد انهار بشكل نهائي وتبعه وقف إطلاق النار منذ يوم 13 نوفمبر العام الماضي. ولكن للأسف الشديد المجلس اختار مرة أخرى يعني مواصلة التعامل مع القضية الصحراوية من منطلق تصريف أو تسيير النزاع بدلا من يعني منطلق أو منطق التوجه بكل جدية من أجل حلو. والشعب الصحراوي هذه المقاربة يعني تحمل هذا 30 سنة ولم يعد يعني مستعدا لتحمل 30 سنة أخرى، وكان على المجلس يعني أن يكون في مستوى خطورة الوضع وأن يقوم بالدراسة، أولا الدراسة المعمقة للأسباب التي أدت إلى الفشل طيلة 30 سنة من محاولة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ولكن أيضا وهذا مهم تحديد من هو الطرف الذي كان مسؤول عن انهيار هذه الجهود منذ البداية إلى الآن، ومن هو الطرف الذي زج بالمنطقة في أتون الحرب من جديد من خلال خرقه لوقف إطلاق النار نوفمبر الماضي. للأسف الشديد المجلس يعني لم يعني فوت هذه الفرصة مرة أخرى، وهناك توجه كما تسمعون جميعا يعني روتيني من أجل اختزال النزاع في موضوع المبعوث الشخصي أو العودة إلى مسار سياسي لم يكن موجودا على الإطلاق لا قبل نوفمبر 2020 ولا بعده. وبالنسبة لنا في جبهة البوليساري وبالنسبة للشعب الصحراوي يعني اختزال الموضوع في مسألة مبعوث شخصي أو الدعوة إلى العودة إلى مسار سياسي لم يعد موجودا، هو يعني بمثابة الدعوة إلى العودة من جديد إلى 30 سنة أخرى من انتظار حل لا يأتي. وهذه المقاربة يعني مرفوضة جملة وتفصيلا بالنسبة للشعب الصحراوي، وكما هو واضح في البيان الرسمي للجبهة عقب انتهاء الاجتماع فإن المجلس فوت فرصة، ولكن الشعب الصحراوي أمامه يعني خارطة الطريق الوطنية التي يعني عنوانها الكبير هو المقاومة والمواصلة في المقاومة، المقاومة المسلحة ولكن أيضا المقاومة في مختلف الجبهات الأخرى من أجل إقرار حقه الطبيعي غير القابل للتصرف والذي لن يسقط بالتقادم، ألا وهو حقه في تقرير المصير وإقامة دولته واستكمال سيادته على كامل التراب الوطني. إذن الأخ أبو بشار البشير، ذكرت أنه قد تم حصر الدور في تعيين مبعوث خاص للأمين العام، ما هو موقف الجبهة من هذا التوجه الأممي أو بعض الأطراف؟ لا، بالنسبة لموضوع المبعوث الشخصي نحن نعرف بأن المغرب هو الطرف الذي كان وراء إحالة مهمة المبعوثين الأمميين السابقين إلى مهمة مستحيلة، وهو ما قادهم إلى الاستقالة. ونحن نؤكد بأن المسألة لم تكن في أي يوم من الأيام بسبب المبعوث الشخصي، لا من حيث وزن أو قيمة المبعوث الشخصي كشخص، ولا من حيث وزن أو قيمة الدولة التي ينتمي إليها والتي تقف وراءه. نأخذ مثالين فقط. جيمس بيكر وزير خارجي أمريكي سابق وراءه الولايات المتحدة الأمريكية عفوا
وآخر المبعوثين هورست كولر رئيس ألمانيا سابقا، ويعني من خلفه بلده ألمانيا. ومع ذلك الاثنان وجدا نفسيهما في طريق مسدود بسبب العراقيل المغربي، وبالتالي الموضوع لم يكن بسبب المبعوثين الشخصيين، ولكن بسبب عدم توفر إرادة سياسية قوية لدى مجلس الأمن الدولي من أجل إجراء هذا التحول المطلوب من تصريف أو تسيير النزاع إلى حله بشكل نهائي وعلى أساس عادل. ونحن نقول بأنه مسألة المبعوث الشخصي قد يكون مهما بالتأكيد، لأنه سوف يكون سوف من يتولى الوساطة باسم الأمم المتحدة، ولكن قبل ذلك لابد على مجلس الأمن الدولي، لابد لمجلس الأمن الدولي من أن يقوم بمهمة بتمرين ضروري، ألا وهو النظر في الأسباب العميقة التي أدت إلى انهيار التسوية. وحين يقوم بذلك يقوم بتحديد الإطار الجديد للتفاوض، الإطار الجديد لهذه المهمة من خلال تحديد ما هو الهدف النهائي، وبالتالي الرحيل عن العبارات والصيغ الفضفاضة التي تثير الكثير من القموض من خلال حل سياسي متفق عليه بين الطرفين على أساس الواقعية وإلى آخره، مجموعة من الصيغ في الحقيقة التي يعني كانت تؤدي للغموض ولا تساهم في الحل بل تبعده. إذن تحديد الهدف النهائي لهذا المسار، بعد ذلك تحديد ما هي الرزنامة، رزنامة التطبيق، إذن ليست رزنامة مفتوحة كما في الماضي قد تأخذنا إلى 30 سنة أخرى، وأيضا موضوع الضمانات الكفيلة بأنه هذا المسار في صيغته الجديدة سوف يتم تطبيقه. إذا تم تحديد هذا الإطار فبالتأكيد فإنه بعد ذلك موضوع المبعوث الشخصي سوف يصبح مهما وسوف يصبح فعالا من أجل تطبيق إطار واضح. فيما عدا ذلك تحت تعيينه الآن دون إجراء هذا التمرين الضروري سيكون حكم مسبق عليه بالفشل. أما فيما يتعلق بنقطة وقف إطلاق النار فنحن بالنسبة لنا اتفاق وقف إطلاق النار لم يعد موجودا منذ 13 نوفمبر الماضي. إذا كان لابد من اتفاق لوقف إطلاق النار فيجب أن يكون في إطار قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، مفاوضات جديدة والتي لا تعني بالضرورة أنه يتوقف القتال على الإطلاق، ولكن بموجب عملية التفاوض الجديدة كما رسم معالمها البارزة الاتحاد الإفريقي فإنه قد نصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد، ولكن ضمن رؤية واضحة، أجندة واضحة، هدف واضح وضمانات واضحة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. هذه عملية التفاوض لا يجب أن تعني بأي حال من الأحوال بالضرورة أن ينتهي العمل المسلح الذي خيار استراتيجي بالنسبة لجبهة البوليساريو ويعني محور رئيسي من محور المقاومة الوطنية الصحراوية في هذا الظرف. إذن شكرا لك للتوضيح، كنت معنا عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي الأخ أبو بشري البشير، شكرا لك. شكرا.